من جديد باش تعرف على جديد الترجي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالسيد اسماعيل ماسكينيكس مدير افريقيا لشركه كابا. كابا من البنزيز الماركه الايطاليه مبنيه من المونتيي وسنسيل الى تكنيسيتي دي سي بروفي. الرياضي دائما يفركس على افضل ما يكون في في في, في كل الميادين، وكابا هي من اكبر شركات اللي تلبس الرياضيين في العالم، واتفقنا معها وهي باش تلبس الترجي الرياضي لمده سنوات ان شاء الله. كابا سي انستالي في تونس اترافير ليكيب ناسيونال، سي اون غروند مارك اللي الحقيقه رينا اللي عاطيه ان بلوس في التعامل، وهي اللي قربت الترجي وهي تصل الترجي وحبت pour une première fois معناها تكون ليكيب مونتي دو توت لي سيكسيون اي لي كاتيجوري دو سبيرونس. خذت لومني سبور الكل، خذت سبور انديفيديوال، خذت جودو ناتاسيون فولي هوند فوت بكل بالشبان الناس الكل. نتخيل معناها الجيزه باهيه للترجي، وان شاء الله باش تكون شراكه باهيه مع الترجي الرياضي التونسي. ماريو الجديد بتاع الترجي جاوب عليه غيلان سعلاني عالمي، معناها اقل ما نجم نقولوا عليه. بالنسبه لتقديمي للحفله شرف كبير ليا اني نقدم حفله تقديم مريول الترجي 2022 سبيرونس كابا، بما اني انا من المحبين نتاع الترجي الرياضي التونسي معناها تنجم تكون كان فخر كبير ليا، وفرحان بها الحقيقه، فرحان بها وان شاء الله وان شاء الله في مناسبه اخرى، وانا نعتبر روحي ولد جمهور الترجي ولد الترجي.